نيابة أمن الدولة العليا محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنه تم تجديد حبس محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية دون حضوره، وذلك على الرغم من تأكيد النيابة أمس تحديد جلسة الأحد القادم لنظر التجديد. ولم يظهر بشير منذ وصوله سجن طرفي 15 من نوفمبر الماضي. يأتي هذا القرار في حين تتوالى المطالبات الدولية بالإفراج عن بشير وجاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة، وكريم عنارة مدير وحدتها للعدالة الجنائية. وكان 37 عضوا بالكونغرس الأمريكي قد وجهوا خطابا للحكومة المصرية بهذا الشأن. وتنضم وتنضم إلينا من واشنطن سوسن جاد، عضو مؤسس في مبادرة دستور مصر الموازي. أهلا بك معايا سوسن، وخلينا نبتدي من ردود الأفعال. إحنا الحقيقة شفنا الفترة اللي فاتت ردود أفعال دولية كبيرة جدا، ومعظمها كان من الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها زي ما أنا ما قلت 37 عضو بالكونغرس الأمريكي بعتوا رسائل تطالب بالإفراج عنه. يعني هل في مرحلة ما ممكن تتوقعي أن يكون في فعل أكثر إيجابية من المناشدات ومن البيانات؟
الفعل الوحيد اللي انا احب اشوفه هو انه المجتمع او يعني قطاع الدولة في مصر يشرح لنا ايه بالظبط مفهومه عن صناعة السياسات العامة، وازاي احنا نقدر كمجتمع مدني نشارك في هذه العملية. لان كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانوا يعني ما خلاص بطلوا معارضة، فاهمة ازاي؟ بطلوا يتكلموا بشكل شعارات وبقوا بيتواصلوا مع مجلس النواب في محاولة لتحليل وصناعة السياسات العامة عن طريق التواصل بين الأطراف المختلفين. في مايو مثلا 2000، وكمثال تاني في مايو 2020 دكتورة رانيا المشاط اللي هي وزيرة التعاون الدولي عملت اجتماع مع جمعية أهلية من المجتمع المدني البولندي اسمها أكاديمية صغار الدبلوماسيين، وشرحت لهم أهمية صناعة السياسة عن طريق مع أخذ في الاعتبار القطاعات المختلفة والأطراف المعنية المختلفة، مما يعني أهمية التواصل مع المسؤولين الأجانب يعني المجتمع المدني الدولي. يعني فيا إما الدكتورة رانيا المشط طبقا للرؤية المصرية، يا إما هي حرضت على جريمة، يا إما هي اشتركت في جريمة طبقا لرؤية الأمن الوطني بأن اللي هي المبادرة اتقابلوا مع مسؤولين أجانب، لو هم شايفين أن دي جريمة. فيا إما دكتورة رانيا المشط عملت جريمة مشابهة، يا إما حرضت على النوع ده من الجرائم، وهي كانت موجودة في مصر في وقت الاجتماع ده، هو اتعمل على يعني أونلاين على زوم أو حاجة كده. فهم احنا دلوقتي في لحظة احنا لازم فعلا نبدأ نفهم هو انتوا يعني هي ايه الرؤية بالظبط، ايه الرؤية لما هو مسموح وما هو غير مسموح في التواصل بين المجتمع المدني المصري مع مسؤولين اجانب والمسؤولين المصريين مع مجتمع دولي اجنبي، لانه الظاهر انه اللي بينطبق علينا كمجتمع مدني مصري مش بينطبق على المجتمع المدني الاجنبي. هم مسموح لهم حاجات مش مسموحة لينا، هو بيعملوا حاجات بالنسبة لنا احنا جرائم وبالنسبة لهم هم مش جرائم، والمسؤولين المصريين بيشاركوا في هذه الفعاليات لكن هي متحرمة علينا احنا كمجتمع مدني مصري. بس ما هو برضو يا سوسن البعض بيقول اللقاءات اللي من نوع دول واللقاءات بمسؤولين اجانب كان بيحصل طوال الوقت ما بين المجتمع المدني المصري ما بين مؤسساته وما بين الشخصيات اللي المفروض ان هو بيقابلها من خلال السفارات او المنظمات الاجنبيه او الشخصيات السياسيه والى اخره، وان الموضوع ده كان بيحصل بالتاكيد بعلم الدوله المصريه وزي ما احنا بنقول تحت يعني زي ما بيقولوا بالقانون المصري يعني تحت اشرافه. فإيه اللي حصل هذه المرة خلى الموقف مختلف أو رد الفعل بهذه القوة؟ ولا حاجة. أنا أعتقد بس إن هم القطاع الأمن الوطني بس يعني حساسيتهم متزايدة، يعني هتفضل تتزايد بمرور الوقت لأن الموضوع بدأ يفرط من إيديهم. هم عارفين إن القانون يعني هم هزقوا نفسهم لدرجة إنه القانون المصري بقى يعني irrelevant تماما، فهم حاسين بس بان هم يعني الشعور بانه هو ليس له قيمه بيتزايد، فهو بيزودها اكتر، بيزود في العنف اكتر لانه حاسس انه لكن اصبح هل في يعني انا اسفه رأيك انا بستعمل الكلمه دي. هل في رأيك أن ممكن يكون فوز بايدن بالرئاسة بأمريكا مرتبط بتوقيت الحملة؟ هل ممكن يكون الحملة فيها سياسة للمجتمع، رسالة سياسية للمجتمع بالخارج وبالداخل أيضا كرد فعل لفوز بايدن، وخاصة أن احنا عارفين موقف بايدن من أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟ يعني دي تبقى حركة خايبة قوي لو هم ده اللي يقصدوه. يعني ما اعتقدش ان هم يعني هم فاكرين ان دي مثلا حاجة هترجع الناس عن توقف الناس عند حدهم يعني عن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين. ما اعتقدش ان هم يكونوا بالسطحية دي. طيب ما هو يعني توقيت الحملة نفسه زي ما انا ما بقول جاي بعد فوز بايدن وبعد ردود الأفعال اللي كانت موجودة أصلا في المجتمع المدني المصري اللي يعني أدت إشارات إيجابية إن بفوز بايدن يمكن احتمال كبير يحصل انفراجة في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يمكن يحصل انفراجة في التعامل مع المجتمع المدني في مصر، والوقت اللي بيتوقع فيه هذه الانفراجة وزي ما احنا ما شفنا حصل بعض الإفراجات بالفعل بعد فوز بايدن، بعد الإشارات الرئيسية لفوزه زي ما احنا شفنا
الإفراج عن بعض أقارب من محمد سلطان الناشط الأمريكي اللي موجود في أمريكا، وكان تم القبض عليهم وكانوا مختفين قسريا، وكانت الحكومة بتقول إن هم مش موجودين عندها، وبالفعل حصل إفراج. فهل إحنا ممكن نكون نتوقع أن الفترة اللي جاية نظرا لفوز بايدن هتشهد بالفعل تحرك إيجابي للمجتمع المدني ولحقوق الإنسان، ولا سيستمر الوضع زي ما إحنا ما شايفين، القبض على المزيد وغلق المزيد ومنع المزيد زي ما إحنا ما شايفين؟ هما بشكل عام هما الجمهوريين والديمقراطيين الاثنين بيهتموا بالمجتمع المدني، بس كل واحد ليه طريقة مختلفة في التعامل. يمكن يكون فعلا هما يمكن يكون اللي حصل انه كان يعني في تجهيز او تفكير في تغير في السياسة العامة، التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وبالتالي كان دي مثلا خطوة من الأمن، خطوة استباقية عشان يهدوا أي تحرك مؤسسي بيحصل. لكن لو هي دي رؤيتهم فعلا، دي تبقى يعني مش حاجة كويسة خالص، لأن الأفضل إنه يكون التحرك مؤسسي، لأنه لو التحرك مش مؤسسي أو عن طريق مثلا إن ترامب او بايدن او ايا كان يطلع يقول يعني جمله تحرج السيسي في التلفزيون فيصغره قوي، وبعدين يوم هو يفرج عن الناس من السجن، دي حاجه وحشه قوي في حق مصر، يعني بتطلعنا صغيرين جدا وهم مصممين على الحكايه دي، انا مش عارفه ليه. فبالعكس التحرك المؤسسي انه يحصل عن طريق مجتمع مدني وتنسيق بين المجتمع المدني المصري والاطراف المعنيه الاجنبيه، دي حاجه اشيك بكتير، يعني تخلي يعني مش المفروض ابدا انه يكون ده التعامل معاه. طيب سوسن، سؤال أخير. الخارجية المصرية كان ردها حازم وقوي على كل البيانات، وقالت بشكل واضح وصريح أنا بعتبره تدخل في الشأن الداخلي، الموضوع في يد القضاء وفي يد القانون المصري، ودي عملية قانونية وإحنا عندنا قضاء نزيه وما ينفعش تدخل فيها، وأرجوكم يعني اتركوا هذا الشأن والقانون هياخد مجراه. ايه رأيك؟ وخاصة ان مع الوقت ده كان في برضو حملة اعلامية بتقول يا جماعة ده مدعومين من الخارج وبيتعاونوا مع الخارج والى اخره. ايه رأيك في المسار ده؟ كل الناس في كل البلاد في العالم بتتعاون مع الخارج في كل حاجة، في الاقتصاد وفي التجارة وفي السياسات العامة، حتى السياسات الأمنية، لأنه حتى الدكتورة رانيا المشط نفسها في الاجتماع اللي كانت فيه كانت بتقول إن خلاص ما بقاش في بلد عايشة لوحدها، ما بقاش ينفع إن بلد تطلع كده فجأة وتقول أنا لوحدي كده، ما بقاش ينفع الحكاية دي. فكل ما هم الخارجية المصرية بيصغروا نفسهم جدا لما يتكلموا في الحاجات دي، لأن هو الأصل في الأمور الحرية والتنسيق على جميع المستويات، لكن طبعا تنسيق مؤسسي. احنا فاهمين كويس الفرق بين ما هو يعني شرعي وما هو غير شرعي. هو الناس اللي مش فاهمة بقى، اللي بتصمم إنها تضيع الشعرة الفاصلة بين الاتنين دي، هم للأسف هم الأمن الوطني وهم الناس اللي بيطلعوا البيانات دي في الخارجية. فكون ان هم بيضيعوا الفرق ده من الاتنين، ده اللي هو الخطر، وده اللي فيه يعني ضرر على مصر الحقيقة. يعني هم اللي بيضروا مصر بهذه التصرفات. بنشكرك، كنت معنا من واشنطن سوسن جاد، عضو مؤسس في مبادرة دستور مصر الموازي.